بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الخامس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مستر علاء الخضري ومادة الرياضيات. درس النهاردة التقريب لأقرب جزء من ألف، وده الجزء الأول، وإن شاء الله الدرس له تكملة في الجزء الثاني. هنراجع الأول التقريب لأقرب جزء من مئة. مثال واحد: قرب لأقرب جزء من مئة. قبل ما نقرب تذكر أن 2 في 5 ب10، 4 في 25 ب100، 8 في 125 ب1000. عندي 5 أتمان عايز أقربها لجزء من 100. بنبص للمقام 8. طب ال 8 عايزها تبقى 10 أو 100 أو 1000. نبص في الجدول، ال 8 تتضرب في كام؟ في 125. زي ما أضرب المقام في 125 أضرب البسط في 125. 8 في 125 بتساوي 1000، 5 في 125 بتساوي 625، يبقى 625 على 1000 بتساوي 625 جزء من 1000. نبدأ نقرب. الخمس أتمان بتساوي 625 جزء من 1000. فين الجزء من 100؟ الاتنين جزء من 100. الخمسة تزود الاتنين واحد، تبقى 63 جزء من 100. مثال اللي بعده: 3 على 40. أبص للأربعة بس، الأربعة تضرب في كام؟ في 25. يبقى هضرب الأربعين في 25 وأضرب التلاتة في 25. أربعة في 25 ب100 وأنزل الصفر تبقى 1000. يبقى 40 في 25 ب1000، وتلاتة في 25 ب75. 75 على 1000 يعني 75 جزء من 1000. نبدأ نقرب. الجزء من 107، والخمسة تزود السبعة واحد، يبقى 8 جزء من 100. نتذكر مع بعض القيمة المكانية لأرقام العدد. دي العلامة العشرية، بتقسم العدد إلى أجزاء وأعداد صحيحة، يبقى العلامة العشرية. فين بقى الأعداد الصحيحة؟ الأعداد الصحيحة اللي موجودة على شمال العلامة: التمانية خانة الأحاد، الاتنين عشرات، التسعة مئات، والواحد ألوف. دي اسمها إيه؟ اسمها أعداد صحيحة. أحاد، عشرات، مئات، ألوف، أعداد صحيحة. نبص للأجزاء: الخمسة جزء من 10، التلاتة جزء من 100، الأربعة جزء من 1000. يبقى اللي موجود على يمين العلامة اسمها إيه؟ اسمها أجزاء، اللي هي جزء من 10، جزء من 100، جزء من 1000. قرب لأقرب جزء من 1000. قبل ما نقرب نتذكر الأول إن في أعداد بخيلة اللي هي أقل من الخمسة، 0 1 2 3 4، وفي أعداد كريمة اللي هي أكبر من الخمسة وبتساوي الخمسة، من أول الخمسة لغاية التسعة، 5 6 7 8 9. المثال الأول: 57 صحيح و 1549 جزء من 10000. عايزين نقربها لجزء من 1000. فين الجزء من 1000؟ إلا 4. الجزء من 1000 إلا 4. التسعة تزود الأربعة، أيوة تزود لأنها من الأعداد الكريمة. يبقى الإجابة 57 صحيح ومية خمسة وخمسين جزء من 1000. بدل بقرب لجزء من 1000 لازم يطلع 3 أجزاء عندي: جزء من 10، جزء من 100، جزء من 1000. التمرين اللي بعده: 12 صحيح و 1954 جزء من 10000. فين الجزء من 1000؟ الخمسة، والأربعة ما تزودش الخمسة، يبقى الإجابة 12 صحيح و195 جزء من 1000. التمرين اللي بعده: 3196 جزء من 10000. الجزء من 1000 التسعة، الستة تزود، أيوة تزود واحد، لما زود واحد على التسعة تبقى 10، ما ينفعش أكتب العشرة كلها، بكتب صفر وأطلع بالواحد، واحد زائد واحد اتنين، يبقى الإجابة 320 جزء من 1000. التمرين اللي بعده: 27 صحيح و1706 جزء من 10000.
الجزء من ألف صفر والستة تزود الصفر واحد، يبقى الإجابة 27 صحيح 171 جزء من ألف. تمرين اللي بعده 30 صحيح وألف 86 جزء من 10,000. الجزء من ألف 8، الستة تزود التمانية واحد، أيوة تزود واحد، يبقى الإجابة 30 صحيح ومية وتسعة جزء من ألف. التمرين اللي بعده 7 صحيح وألف 109 جزء من 10,000. الجزء من ألف صفر، التسعة تزود الصفر، أيوة تزود واحد، يبقى الإجابة 7 صحيح ومية وحداشر جزء من ألف. التمرين اللي بعده 9995 جزء من 10,000. الجزء من ألف التسعة والجزء من 10,000 الخمسة، الخمسة تزود، أيوة تزود واحد، تسعة وواحد عشرة صفر ونطلع بالواحد، تسعة وواحد عشرة صفر ونطلع بالواحد، تسعة وواحد عشرة صفر ونطلع بالواحد، صفر زائد واحد هو الواحد، لازم الأصفار تتحط لأن هي اللي بتبين درجة التقريب، يبقى الإجابة واحد صحيح وعندي في الأجزاء من ألف أصفار. اختار الإجابة الصحيحة. ستة صحيح وسبعمية تلاتة وتسعين جزء من ألف، اتقربت أصبح الناتج ستة صحيح وتسعة وسبعين جزء من مية، لأقرب جزء من عشرة ولا مية ولا ألف؟ بنبص للناتج ستة وتسعة وسبعين جزء من مية، عندي جزء من عشرة وجزء من مية، جزء من مية يبقى اتقربت لجزء من مية. التمرين اللي بعده تسعة صحيح وتسعمية تمانية وتسعين جزء من ألف، عايزين نقربها لأقرب جزء من مية. الجزء من مية كام؟ تسعة. طب التمانية تدي للتسعة؟ أيوة تديها واحد، تسعة وواحد عشرة، مكتبش العشرة كلها، صفر واطلع بالواحد، تسعة وواحد عشرة، صفر واطلع بالواحد، تسعة وواحد عشرة، يبقى الإجابة عشرة صحيح وعندي صفرين في الأجزاء، يبقى الإجابة عشرة صحيح وصفرين في الأجزاء. التمرين اللي بعده تلاتة صحيح وخمس أتمان، عايزين نقربها لأقرب عدد صحيح، يعني الأقرب وحدة، عايز أقرب لأقرب وحدة بضرب البسط في اتنين، اتنين في خمسة بعشرة، العشرة أكبر من التمانية، يبقى الخمس أتمان أكبر من النص، يبقى نزود واحد على التلاتة يبقى الإجابة أربعة، يبقى نختار الإجابة أربعة. التمرين اللي بعده ستة وربع، عايزين نقربها لأقرب عدد صحيح، بنضرب البسط في اتنين، واحد في اتنين باتنين، الاتنين أصغر من الأربعة، يبقى الربع أصغر من النص، يبقى ما يزودش على الستة حاجة، يبقى الستة بتنزل زي ما هي، يبقى الإجابة ستة صحيح. التمرين اللي بعده 2000 ناقص 443 و776 جزء من 1000، عايزين نطرح والناتج اللي يطلع نقربه لجزء من 100، يبقى نطرح وناتج الطرح نقربه لجزء من 100، تبقى الإجابة 1576 و22 جزء من 100. التمرين اللي بعده 736 صحيح و592 جزء من 1000، اتقربت بقت 736 و59 جزء من 100، طب اتقربت لأقرب جزء من كام؟ أبص للأجزاء، عندي الخمسة جزء من عشرة والتسعة جزء من 100، يبقى التقريب لأقرب جزء من 100. التمرين اللي بعده أكمل ما يأتي 7196 متر الأقرب كيلومتر، متر قربه الكيلومتر، يبقى لازم نعمل عملية تحويل، يبقى لازم نحول الأول. طيب المتر صغير يبقى هنقسم، طب الكيلومتر كم متر؟ ألف، يبقى هنقسم على ألف، التحويل بيساوي 7196 على ألف، بننزل ال 7196 زي ما هي، وبص للألف فيها كام صفر؟ تلات أصفار، يبقى العلامة بعد تلات أرقام، يبقى الإجابة 7 صحيح و196 جزء من 1000 كيلومتر. نبدأ نقرب لأقرب وحدة، 7 صحيح و196 جزء من 1000، نقرب لأقرب وحدة، الوحدة يعني عدد صحيح اللي هو السبعة، طب الجزء من عشرة واحد يزود السبعة؟ لا، تنزل السبعة زي ما هي،
يبقى الإجابة 7 كيلو متر. التمرين اللي بعده 9 صحيح و675 جزء من 1000 متر لأقرب سنتيمتر. المرة دي المتر أكبر من السنتي، يبقى التحويل هنضرب، يبقى نقول التحويل ونضرب 9 صحيح و675 جزء من 1000 في كام؟ 100. ليه 100؟ لأن المتر 100 سنتي. هضرب في 100، العلامة تتحرك رقمين لليمين، يعني العلامة بين 9 و6 تتحرك، تبقى بعد 6 تتحرك تبقى بعد 7. يبقى الإجابة 967 صحيح و5 جزء من 10 سنتيمتر. التقريب لأقرب وحدة، بنقرب لأقرب وحدة، الوحدة يعني عدد صحيح، العدد الصحيح 967. طب الخمسة تزود؟ أيوة تزود 1، يبقى الإجابة 968 سنتيمتر. التمرين اللي بعده 6 صحيح و1038 جزء من 10000 ناقص 4 صحيح و25 جزء من 100. نطرح، وبعد ما نطرح نقرب الناتج لأقرب جزء من 1000. ناتج الطرح 1 صحيح و8538 جزء من 10000، نقرب لأقرب جزء من 1000، الجزء من 1000 التلاتة، التمانية تزود التلاتة، أيوة تزود التلاتة 1، يبقى الإجابة 1 صحيح و854 جزء من 1000. إن شاء الله الدرس القادم الجزء الثاني من التقريب لجزء من 1000، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.